أي نعم أستاذ. 43 year old female presented with a cognitive disorder. يعني هي تراجع بالسايكاتريك كلينيك. تمام. شتيدج نشوف التي تي 1 دكتورة. هنا صباح الخير. صباح الخير صباح هاشم. الخير أستاذ. يا حسين هاي طلعت لك ديفيوجن. اي أستاذ أشوف الديفيوجن. دكتور تشوف بعد الكونتراست؟ اين صباح الخير. تمام أستاذ. يلا احكي هسه كل الصور شفتها. ايش شفتهم استاذ؟ احنا هنا هسه استاذ دا نشوف يعني مالتي بلانر مالتي سكشن ام ار اي برين ام ار اي اوف ادلت فيميل، ودا نشوف عندها يعني بالرايت سايد اوف كوربس كولوزم دا نشوف انهم ريجولار شيب انترا اكزيال ليجن، وتو كان يعني هو هايبو انتنس بالتي 1 وهايبر بالتي 2، يعني هيتروجينسلي هو الليجن، وبارت من عنده كان ريستريكتد ديفيوجن، وشفنا بيه هيتروجينس انهانسمنت اولسو. احنا يعني شفنا انه الليجن كروسنج ذا ميد لاين، وكذلك اكو يعني فازوجينيك اديما سراوند ذا ليجن. Which part of the corpus callosum انت قلت لنا بالرايت يعني سايد؟ الدكتور هسه هذا طالع لنا بالسبلينيوم هو. بالسبلينيوم. جيد. تمام. نعم. شنو يعني اللي ببالك؟ احنا دكتور هسه دا نشوف انه هذا انترا اكزيال ايه. اجريسيف ليجن، يمشي نعم. ويا يكون انه يعني باتجاه المالجننت ليجن، نعم. لانه اديما وهذا الارجولار شيب والهيتروجينيسيتي ويا هذا الانهانسمنت نعم اللي شفناها. فيعني احنا نفكر، وبما انه هو كروسنج الميد لاين، نخلي
جي بي ام يعني كفيرست ديفرنشال دايجنوسيس، نفكر بهاي جريد استروسايتوما كذلك يعني. وبالنسبه للبيشنت الادلت نخلي ممكن يكون ميتاستاسيس يعني كذلك. بعد يعني دكتور هم يعني دول على التوب اوف ليست اوف ديفرنشال دايجنوسيس. ممكن نخلي كروسنج ميد لاين، وهيك ممكن نخلي الليمفوما يعني. نعم بس بصراحه هذيك استاذ تاخذ هوموجينس انهانسمنت، يعني كليجن ما تطلع لنا بهالشكل هذا. what is next about the patient? يعني بالنسبة لهذا البيشنت أستاذ، إحنا هسه يعني كليجن هو إحنا يعني دا نتعامل ويا مالجننت ليجن كشكل يعني كراديولوجي. ف يعني أتصور دكتور هو يعني ككوريليشن احنا يعني هسه الدبليو اتش او بصراحه تستخدم الميوتيشن جين. احنا بالنسبه لنا بالعراق ما نستخدم هذا كدايجنوسيس، فكدايجنوسيس هذا يمشي، ويمشي باتجاه بعد يعني كتريتمنت للبيشنت اللي هي ممكن يعني دي بولك وراديو ثيرابي وكيمو ثيرابي مثل ما تفضلوا الزملاء. يعني يعني انت برايك بعد ماكو further imaging is advised in this patient، ايش كنت تقصد؟ والله يا استاذ انا هيك اقصد، بس يعني بصراحة هو هذا هسه هذا اللي شفناه، يعني ما نقدر نخلي له اي شيء ثاني بعد يعني غير انه يكون مالجننت. يلا عشت ايدك حسين، شكرا حسين. وإيدك استاذ. لانشا لانشا ويانا ما موجود انت. عبد الله احمد صباح الخير استاذ. صباح الخير، هلا عبد الله، تفضل هلا عبد والله الله. استاذ. يعني هو مثل ما قال الدكتور حسين، ايه ال ديفايند ليجن بالسبلينيا مال كوربس كالوزا موستلي اون ذا رايت سايد، مسوي اكسبانشن سراوندد باي فيزوجينيك اديما، نوت فولي سبريست اون فلير. نعم يعني نقدر همين نسوي له ام ار اس، نشيك الكولين ليفل اذا elevated، هذا يعني تسوي لنا سبورت للدايجنوسيس. ايه واذا الان اي اي ريديوس راح نعم نتجه اكثر باتجاه انه هو هاي جريد استروسايتوما او جي بي ام. بس هو يعني الايج مال البيشنت شويه اقرب للهاي جريد استروسايتوما مو مال الجي بي ام، لانه يعني سمعتها قالت 43 years old female. نعم جي بي ام 42 شويه اكثر في 43 جينه، اي يعني جي بي ام شويه اكبر يعني في 60 هيجي يكون اكثر يمشي. is there any further imaging can be done for this patient؟ سبكتروسكوبي ام ار اس نعم غير ممكن ابعد شيء اخر لو فقط يعني سبكتروسكوبي وطاك هاي اسمه وقلت هذا عليه هاي جريد استروسايتوما او جلايوما، هي زين. نوقف له، ممكن بعد نسوي له في شيء آخر. بيرفيوجن همين ممكن نسوي له اذا برفيوجن ايش راح يعني نستفاد من عنده؟ همين يعني نتاكد اذا السيربرال بلاد فوليوم شفنا انه نعم اليفيتد، وهذا اوكي. همين بعد معناته انه يتبالك بالتعليقات اكو نسوي سيوي اذا هم ما تسوي مسويين. بالضبط ممكن يفيدنا انه ممكن بالجي بي ام عندنا كالسيفيكيشن او هيموراج، بس هو ما كان بالتي 1 طالع لنا اي شيء منه. هاي نعم تحتاج تسوي checking for the spine. checking for the spine اي طبعا، لانه ليش؟ الجي بي ام ممكن انه يصير بدروب ميتاستاسيس تمام وسيدنج بالسباين، وممكن تمام حتى يعني اتاكد من باقي البرين انه ممكن يكون مالتي سنتريك. هم من نعم يجيني مالتي سنترك. نعم شكرا عبد الله. عيني عم يلا خير. روح احكي لنا على الكيس، واذا مسويته توك على التوك.
اي نعم استاذ، هي ليجن انفولفينج ذا سبلينيوم اوف كوربس كالوزم هايبو ان تي 1 اند هايبر ان تي 2 وذ سنترال نكروسيس شوينج ريستريكشن اند تيتروجينس انهانسمنت يعني سراوندد باي ايديما يعني البيشنت اوبريتد اند الهيستوباثولوجي ريفيل يعني جلايبلاستوما اي دي اتش ميوتنت يعني اي دي اتش بوزيتيف. اسوي شيء للتوك استاذ؟ اي نعم. جلايبلاستوما جلايبلاستوما are the most common adult primary brain tumor and are aggressive, relatively resistant to therapy and have a corresponding poor prognosis. It is a CNSWHO grade 4 tumor. هاي الصورة للجروس pathology of glioblastoma. Clinical presentation symptoms depends on the tumor location and can range from epileptic seizure, focal neurological deficit, such as hemiparesis or aphasia, as well as behavioral and cognitive impairment. Location even potentially present everywhere, GBM show a predilection for subcortical white matter and deeper gray matter of cerebral hemisphere with a slight prevalence of temporal lobe about one-third of cases. In the WHO 2021 classification, glioblastoma have been defined as diffuse astrocytic tumors. It is genetically subdivided into two main categories. First one, who are GBM IDH wild type, represent the vast majority of astrocytic glioma, about 90%. Another type, the astrocytoma IDH mutant or IDH positive. هذا يعني الجدول الفرق بين الـ IDH الوال تايب والميوتنت. الـ percentage بالـ IDH الوال تايب هي most common قلنا تكون 90%. الـ median age of diagnosis الوال تايب تكون about 60 years، الـ IDH mutant about 45 years. الـ male to female ratio الوال تايب show يعني slight male predominance، الـ IDH mutant تكون يعني equal. The mean length of clinical history in wild type about 4 months, in mutant IDH mutant 15 months. The overall survival 9 to 15 months in IDH wild type and 24 to 31 months in IDH mutant. Location wild type mostly supratentorial, the mutant confrontal. The necrosis more extensive in IDH wild type. يعني in general the IDH mutant تكون better prognosis. يعني هاي الكيس مالتنا اللي كانت IDH mutant positive، يعني شفنا انه الانهانسمنت هاي مو يعني not marked enhancement، ماكو رينج انهانسمنت اللي نشوفه بال IDH mutant، والريستريكشن ايضا mildly restricted بال diffusion. Radiographic features CT scan show irregular thick margins, eyes auto slightly hyper attenuating. ممكن نشوفها hyper dense لأن هي hypercellular tumor. Irregular hypodense central represent necrosis. We can show more marked mass effects surrounded by vasogenic edema. Hemorrhage is occasionally seen. Calcification uncommon. Intense irregular heterogeneous enhancement of the margins is almost always present. MRI T1 hypo to iso intense mass to the white matter, central heterogeneous signal نشوفها due to necrosis or hemorrhage. After contrast enhancement is variable but is almost always present. Typically peripheral and irregular with nodular component usually surrounds necrosis. T2 flare نشوفها hyper intense surrounded by vasogenic edema. MRI gradient or suis stability artifact on sui from blood products or occasionally calcification ممكن نشوفها low intensity rim from blood products incomplete and irregular in about 85% when present mostly located inside the peripheral enhancing component.
الدوي راح نشوف elevated، يعني تكون restricted in solid enhancing component. The MR perfusion cerebral blood volume elevated compared to the low grade tumors and normal brain. This is a case of glioblastoma wild type. هذا CT scan pre contrast and post contrast نشوف يعني complete ring enhancement surrounded by edema, marked mass effects, يعني shifting of the midline. بال T2 بالفلير هايبر ان T2 اند فلير وذ سراوندد ايديما. بالام ار اي ايضا هذا بري اند بوست كونتراست الرينج انهانسمنت واضح، والايديما وسنترال يعني مادلي سنترالي ريستريكتد. This is another case ايضا موجوده بالسي تي سكان، نشوفها هيتيروجينس، هنا انا ماخذه هيتيروجينس انهانسمنت يعني incomplete ring heterogeneous enhancement, centrally restricted, markedly restricted in the central with the surrounded edema and mass effect. The MRS as general rule, the colon NNA ratio progressively increased as tumor malignancy increased. Other indicators of tumor invasiveness may include the presence of lactate primarily attributable to the necrosis or to lipid peak, which also signifies necrosis and tissue destruction. هنا هاي الكيس ده نشوفها انه هايبر انتنس ان بلير سراوندد باي ايديما، ماكو يعني تقريبا ما ماخذه انهانسمنت السيربرال بلاد فوليوم انكريز، بس بالام ار اس ماركت انكريز ان كولانين اند كرياتين ديكريز ان ان اي، يعني انكريز كولانين ان ان اي ريشيو. هذا جدول يعني ملخص للايمجينج فايندينج اللي نشوفها بالجلايوبلاستوما، الماس افكت، الايديما، ان هوموجينيتي اند نيكروسيس، هذا يعني يعني dominant feature مالتها. السيست and hemorrhage may be seen. الكلاسيفيكيشن رير. بالسي تي سكان ممكن نشوفها هايبر دنس ان هي هايبر سيلولار، تي 1 تي 2 ممكن تكون هايبو، الفلير هايبر، تكون ريستريكتد يعني ابيض بالدوي اسود بالاي دي سي. الجادولينيوم يعني موستلي هي تاخذ انهانسمنت وانكريس بلاد فوليوم، السبكتروسكوب انكريس كولانين ان الانين ريشيو. الجلايبلاستوما ممكن تكون مالتي فوكال اند مالتي اور يعني مالتي سنتريك. المالتي فوكال راح تكون سراوندد يعني بنفس البارت مال الايديما، المالتي سنتريك لا نشوفها بغير مكان. هنا نقدر نشوف فرونتال ليجن هايبر دنس بالسي تي، هايبر انتنس بالفلير اند تي 2 سراوندد باي ايديما، يعني ماخذ انهانسمنت رينج انهانسمنت. وأكو another lesion in the left thalamus هو يعني مو كلش ماخذ enhancement أيضا، يعني first lesion بالfrontal lobe restricted، هنا أنا واضح إنه هو restricted. another one ماكو يعني مو كلش restricted، بس this is a case of multifocal glioblastoma. Radiology report: when reporting a new diagnosis of mass that is likely glioblastoma, it is useful to include morphology, size, three dimension presence and degree of central necrosis, non-enhancing tumor involving cortex, deep gray matter or white matter. نشوف ال ADC relationship or involvement of the major white matter tract and large vessel. We should look to the extension across the midline or into the brainstem. Subependymal spread and CSF dissemination. This is a case of أيضا glioblastoma. هنا نقدر نشوفها واضح إنه هي ماخذة homogeneous enhancement هذا ال pre and post contrast. The tumor أيضا يعني restricted. يعني after 1 month after treatment and after 1 month follow up هنا نشوف the ventricles normal. Not involved يعني واضحة ال ventricles ما بيها involvement. After 1 month after follow up نشوف إنه صاير involvement بال ventricle ويعني سبب من دائما سبرايد. This is a case even of a glioblastoma show enhancement, marked enhancement, high post contrast. This aku invasion of the leptomeningeal vessel. A differential diagnosis, general imaging differential concentration includes cerebral metastasis, may look identical, both may appear multifocal, metastasis usually are centered on gray-white matter junction and disperse the overlying cortex. Another differential primary scene is lymphoma. Lymphoma عادة تكون homogeneous enhancement or homogeneous restriction, but in
ايدز بيشنت راح نشوف سنترال نكروسس بتكون فيري سيميلر، وممكن تكون يعني هوموجينس انهانسينج بال immune competent patient. Cerebral abscess, central restricted diffusion is helpful. Another differential with thymofactive demyelination can appear similar, often has open ring and pattern of enhancement, يعني incomplete ring. Usually younger, age أيضا يكون younger patient. Another differential subacute cerebral infarct. History is essential in suggesting the diagnosis. Should not have elevated choline. Should not have elevated cerebral blood volume. Toxoplasmosis should be considered in patient with AIDS. هاي this is a case of incomplete ring enhancement. نشوفه مو يعني incomplete ring. This is a case of acute demyelination. هاي الكيس يعني metastasis بس نشوفها أيضا complete ring enhancement surrounded by edema. ف it's very similar to ممكن تكون similar يعني glioblastoma. الابسس راح نفرقها بتكون إنه هي central restriction homogeneously central restricted. هاي الصورة الديفرنشال للكروسنج ميد لاين ليجن. هنا هاي جي بي ام كروسنج ذا ميد لاين شو هوموجينس انهانسمنت. هذا راديشن كروسز ايضا ممكن كروسنج ميد لاين. ذس از ان اكسترا اكسيال ليجن مننجيوما ايضا كروسنج ذا ميد لاين. هنا هاي ذس از ا كيس اوف لمفوما كروسنج ذا ميد لاين اند شو هوموجينس انهانسمنت. Another case of lymphoma, even homogeneous enhancement crossing the midline, which is a case of GBM also crossing the midline. This is يعني هاي كلها GBM in multiple location, butterfly in the anterior corpus callosum, in the middle corpus callosum, and in the posterior corpus callosum. Glioblastoma involving only unilateral ممكن تيجي بس هنا نشوفها بس بال left side. This on the right side and posteriorly left side of the corpus callosum. The treatment and the prognosis, biopsy and the tumor debulking with post-operative adjuvant radiotherapy and chemotherapy are the most common treatment. Despite all of this, even in the best case scenario, glioblastoma carries a poor prognosis with a median survival of less than 2 years. Negative prognostic factors include increased central necrosis, greater enhancement, deeper location like thalamus, and increased age. Recurrence can appear after a few months after starting therapy, either in the previous site of the original tumor or at a distant site. Tumor recurrence present all the MR features of the original tumor with diffusion restriction, cerebral blood volume increase, and increased choline and NA ratio. Radiotherapy alone and more frequently combined therapy can cause an acute reaction after a time interval of weeks to about three months with rupture of blood-brain barrier that mimics tumor progression and for this reason called pseudoprogression. Usually pseudoprogression can be differentiated from true progression due to normal or reduced cerebral blood volume and normal or reduced diffusion. This is a reference and thank you.